السلام عليكم وبداية فلوج جديد بنار. النهاردة يا جماعة احنا جايين عشان نسلم الكاميرا، المفروض ان ده فلوج تسليم الكاميرا، واحنا دلوقتي في المنطقة الصناعية اللي هو الطريق بتاع الساحل، الطريق الدولي بتاع الساحل. فوقفنا في المنطقة دي، المنطقة دي عجبتني الصراحة قوي، بحر على اليمين وبحر على الشمال وفي مصانع ياما التانية، فالمنظر الطبيعي الصراحة. وفي تحتينا قواقع، في قواقع هنا، وفي حاجة زي نهر صغير كده او ملاحة مش عارف دي بيعملوا بيها ايه يعني، بس منظر خرافي الصراحه. هنا المنطقه جميله جدا والجو جميل، مع ان الساعه 9 الصبح مش متوقع ان الشمس، يعني المفروض الشمس قويه دلوقتي، بس الشمس جميله جدا والجو هواء والتيشيرتات جامده جدا، تيشيرتات سيمبا ضرب نار، اشتروها من موقع showershop.com. احنا جايين بايتين من امبارح مخصوص عشان خاطرك يا رورو، بايتين في الساحل من امبارح وجايين لك الصبح عشان نسلمك الكاميرا، وجايين بعربيه وعاملين قلق في قلب اسكندريه. احنا دلوقتي هنروح نعرفكم على الرجاله اللي معانا، الرجاله اللي جايه معانا عشان احنا عاملين منسى يربح المليون لرورو النهارده. هنعرفكم على اللي معانا في العربيه. محمد رضا يا جدعان، مسا عليكم يا رجاله. مسا محمد رضا نمبر 2، احلى ناس في الدنيا، ترانسبورتر بتاع العمليه، احلى ناس في الدنيا كلها. اسكندريه هناك ايه؟ يلا بينا في الطريق، اركب. يا جدعان قبل ما نوصل اسكندريه في بحيرات الناس بتصطاد فيها على طريق الساحل، بحيرات ضرب نار جامده، دي لازم نعمل لها فلوج جديد في وقتها. اقسم بالله اسكندريه دي افجر مكان في مصر. احنا لسه دخلنا اسكندريه، احنا لسه بره اسكندريه. طريق اسكندريه وافجر مكان في مصر. بس يا جدعان وصلنا اسكندريه ودلوقتي قاعدين بنفطر كبده عشان احنا اغنياء قوي، مع محمد رضا، احلى الناس في الدنيا كلها، محمد رضا الثاني برضه بيفطر كبده، واحمد قاعد عرفنا بالشيبسي اللي هو هيجيبه عشان ناكل مع الكبده. مفيش اوريكم القلعه دلوقتي، انا والله مش عايز اصور لكم نفسي عشان خاطر المناظر المناظر جامده في اسكندريه، مش عايز اوريكم الخلقه العكره دي في قلب الفيديو. خلاص خلصنا اكل، دلوقتي رايحين على القلعه. بصوا قابلنا مين عند القلعه. Hello, I'm Gregoire. I'm come from France. Like first time in Egypt, very nice people I met. So I suggest you to come to visit this wonderful country. 1 2 3 شرقية تشمل عيلة في اليوتيوب. دلوقتي في حوار حصل بقى، هبرن على رورو دلوقتي بيديني كل فيلد، انا مش عارف اعمل ايه. المفروض ان جينا كل المشوار ده عشان خاطر بيديله الكاميرا، الكاميرا سايبها في العربيه، وفكرت كنت عامل حسابي ان انا ارن عليه عشان اعمل له مفاجاه، وراح فاجئه التليفون بيديني كل فيلد، الرقم اللي انا كنت جايبه اللي هو كان كاتبه على اليوتيوب. يا ريت لو شفت اول ما تشوف الفيديو كلمني على شاور ثلاث وحيد على الانستجرام او على صفحه الفيس عشان نتواصل، عشان لو كده اجي لك تاني او ابعتها لك بقى بشركه شحن او اي حاجه، لان انا بتصل بالتليفون بيديني كل فيلد، ما اعرفش ده عيب شبكه ولا عيب ايه. نروح بقى نعوم في البحر شويه، نفرفش على نفسنا عشان ما نبقاش جينا المشوار ده على الفاضي. انا كنت قاصد على فكره.
انت بقى اساس سبارتا واحنا تريس تريس سبارتا. سمك يا سيادنا في ميه اسكندريه ولا شرم ولا الغردقه، ده سمك في قلب اسكندريه 300 جنيه توتو على كبوته مدفوعين عشان نعوم وسط السمك. لسه عشان الموبايل في ايدي، مش كل مره تلبسنا نصيب على ان احلى حاجه. قلت بس الميه عامله ازاي يا سيادنا؟ لسه سيبنا الشفاف. لا انا عايز لسه سيبنا المايو باين ازاي، ولا ملحه بقى ولا ما ملحهاش. بص النظافه، بص الولا احمد عامل ازاي نضيف ازاي. بص الولا خد يا طيب انت بتقلب انت راس برتر بتاعنا. بص الميه عامله ازاي، انا اريد عليها النعمه. ولا الغردقه ولا شرم، اسكندريه ايه بس، اسكندريه ام 300 جنيه. السمك يا صح يا صح، مش عايز يعمل فوكس. سمكة بص تنطط. طيب بص يلا اعطينا واحدة تانية. عامل فوكس، عايز واحدة تانية. ارمي دي واحدة تانية. واحدة تانية يا احمد صياد السمك اليدوي احمد. وبكده دي نهايه الفلوج النهارده يا رورو. يا ريت اول ما تشوف الفيديو ده تكلمني، عشان لو كده هيجي لك اسكندريه تاني مخصوص عشان اديك الكاميرا. احنا كده كده استمتعنا بوقتنا وما غرمناش حاجه عن المشوار فداك، مع اننا نفسي امسكك اول ما اشوفك هدشملك، والراجل اللي جيبنا بالعربيه نفسه يدشملك، بس الشورجيه عيله واحده ما بيضربوش بعض ولا بيجوا على بعض، احنا بنحمي بعض وبنحمي دور بعض. متنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتنضموا لأدشمل عيلة في اليوتيوب، عيلة الشورجية. ولو حد عايز يشتري التيشيرت على showershop.com افكر تيشيرتات في المجرة. اشوفكم الفلوج الجاي. سلام. ادي واحدة سلام. سلام سلام سلام.